لا تزال الاستعدادات الأمنية لافتتاح احتفالية استاد جابر الدولي تتواصل على قدم وساق، حيث اتخذت وزارة الداخلية حزمة إجراءات لتأمين الحفل الذي يقام في 18 من الشهر الجاري. مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوية العميد عادل الحشاش أكد أن قطاع المرور أفرز 220 دورية لتنظيم عملية دخول وخروج الجمهور إلى الأستاد، مشيرا إلى وجود 160 باصا لنقل الجماهير من المواقف إلى الأستاد، والتي حددتها الوزارة بستة مواقع، وهي الساحة الترابية المقابلة للأستاد ومواقف كلية الدراسات التجارية بنين بجوار مستشفى الفروانية، بالإضافة إلى 4 مواقف أخرى خلف كلية الدراسات التجارية للبنات.